مجمد أو مثلا ثانوية عامة كل عام وأنتم بخير. لا يدخل في فرقة نهائية يعني مفيش الحمد لله. واكيد عارف رمز لما تصفي ما هو مش عارف رمز ايه؟ والله احنا هناخد تشكيل النهارده اللي هيجيب بعد كده قدامك لحد اخر الاسبوع. هدي الخميس. اللي تشكيله كامل يجيبه النهارده قدامك اخر فرصه انه الخميس. لان احنا المفروض الامتحان عمل يوم ايه بقى عشان اللي بيفوت. لسه لو اخر حصه اخدناها كانت بالتاريخ كام؟ اخر حصه اخدناها التاريخ كام؟ التاريخ كام؟ انت انا اسف والله امبارح كنت اسف. لا انا اجازه ليا. انت امبارح اجازه؟ طيب ما انت هتنقل وهتبقى اجازه ليه الدرس ده؟ طب انا اخر درس كان تاريخ واحد. يبقى لازم تظبط كشكولك وتجيب يوم الاربعاء على طول. كنت لازم مش هتيجي بعد يوم الاربعاء. ماشي؟ طبعا ممكن حضرتك ان شاء الله نعمل ما احنا يوم الامتحان عامل ايه؟ يوم الثلاث يوم الحد بالنسبه طبعا ايه للناس اللي هيجوا الحد طبعا وفي اخر الايام الاخوه المتابعين والحد مش كده؟ فمسجلين حلقه خاصه مش يجوا الحد اللي هيجوا الحد هندخلهم المعمل يشوفوا التجربه الحد اللي جاي فانتوا يا ريت تيجوا ولا تيجوا انتوا هم بس تجربتين في ذوبان الطرد والمصر وراهم لك الواحده الرابعه الى جانب التجارب القديمه اللي احنا خدناها قبل كده. مفيش حاجه اكتر ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ ما احنا هنقول لك التجارب وانت بقى ايه عاوز تنهي انت بقى خمس تجارب هجي لك الاربعه هتفرجوا ماشي.